طيب خلينا نروح للنادي الاهلي مره ثانيه، والمره دي لقاء مع واحد من نجومه طبعا الكبار، كابتن زكريا ناصف، ضيف على زميلنا محمد توفيق. مرة تانية من داخل الخيمة الانتخابية يا احمد، معايا دلوقتي يمكن كابتن زكريا ناصف علشان يكلمنا بقى على الاجواء النهاردة وايه رأيه بعد ما ادلى بصوته النهاردة في الانتخابات. كابتن زكريا برحب بيك طبعا على شاشة قناة النادي الاهلي، عايز اقول لك بقى كلمني عن ايه رأيك في الانتخابات وايه رأيك في اليوم النهاردة والعرس الانتخابي الكبير قوي اللي بيشهده النادي الاهلي كل 4 سنين. مش مفاجأة في التنظيم طبعا، كل أعضاء الجمعية العمومية مبسوطة، اللي داخل واللي خارج واللي بينتخب. النهاردة سعادتي مزدوجة كعضو طبعا جمعية عمومية، أولا بنستنى اليوم ده علشان نختار مجلس الإدارة اللي هيكمل المشوار بتاع نفس المجلس، بيبو قايمة بإذن الله. كمان الأعضاء بتعبر عن رأيها، وده جزء من الحياة بتاعت عيلة الأهلي، دايما متعودين على كده، سواء اللي بينتخب قايمة أو اللي بينتخب مستقل. حرية طبعا للجمعية العمومية، لكن سعيد بالتواجد لأن العدد النهاردة عدد كبير جدا ولسه هيزيد بعد شوية كمان. فده بالنسبة لي كعضو جمعية عمومية. سعيد كمان كعضو لجنة التخطيط إن التقرير بتاع السنة المالية والتقرير العام عن الإنجازات اللي تمت، ومبسوط ان انا شاركت في تقرير كره القدم، لان احنا في خلال السنتين اللي فاتوا قدرنا نحقق انجازات لاعضائنا ولجمهورنا من خلال الكوره، سواء بقى على المستوى المحلي او الافريقي او على المستوى العالمي كمان كتالت عالم. فطبعا يوم حلو قوي لينا بنستناه علشان نتجمع، لان انت عارفه عيله الاهلي في ناس ما بيشوفوش بعض غير في الانتخابات، فبالتالي بنقابل ناس كتير قوي ما بنشوفهاش، بنبقى على اتصال بيهم، لكن بنقضي اليوم كله من الصبح لغايه الفجر لغايه لما بيعلنوا النتيجه. يعني يمكن كلنا ملاحظين ان في تنظيم كبير جدا وتنظيم بشكل كبير، الدخول والخروج بطريقه سهله جدا. عايز اقول لك، عايزك بقى تطمني او تطمن كل اعضاء جمعيه العموميه اللي بيتفرجوا علينا لسه ما جوش، قول لهم كده الوضع خد منك قد ايه، الدخول وادلاء بصوتك ده خد وقت قد ايه، هل كانت العمليه سهله ولا كانت صعبه؟ سهلة جدا، ما خدش وقت كبير خالص. اللي عطلني بس السلامات، ان احنا كل شوية نسلم على بعض، او اذا حد بيبقى عايز يتصور معانا فلازم نقف نتصور معاه وكده، او اذا انتوا بتتكلموا معانا في القناة دلوقتي ده بياخد وقت شوية، لكن انا اعتقد ان ما بيكملش اكتر من تلت ساعة بكتير او نص ساعة بيكونوا خلصوا الاجراءات وخرجوا، وده يعتبر توقيت كويس قوي. لكن انا بشوف ان الاعضاء بتبقى حابة انها تفضل موجودة في الخيمة، بيقابلوا بعض ويتصوروا جوه، واللي بيحب يتصور وهو بيكتب القايمة بيدي مين وكده، فبتبقى جو حلو قوي يعني. كابتن زكريا بشكرك جدا على وجودك النهارده معانا على شاشة قناة النادي الأهلي، بشكرك جدا يا كابتن. يعني دي يا احمد ده كان لقائنا مع كابتن زكريا ناصف، اكيد لقاءاتنا لسه مستمره والتغطيه مستمره من داخل خيمه النادي الاهلي وانتخابات النادي الاهلي السنه دي. العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو. بشكرك، شكرا جزيلا طبعا زميلتنا العزيزه منى ابراهيم.